نقف الآن في أحد مواقع اللواء 30 مدرع بجبهة حمك، تحديدا في المنطقة الفاصلة بين محافظة الضالع وإب. سنقوم بجولة استطلاعية لمعرفة طبيعة الوضع خلال الساعات الماضية، وكذلك ما يدور في هذه الجبهة من مواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وصالح. حدثنا عن طبيعة المواجهات التي تدور في هذه الجبهة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعة المواجهات التي تحصل في جبهة حمك، تحصل معارك ضارية أحيانا في كثير من المحاور والقطاعات، ويعني تحصل مواجهات كبيرة ويحصل فيها قتلى وجرحى من قبل العدو، أيضا من قبلنا بعض الجرحى، ونحن في مواقعنا صامدون وسنبقى صامدون وننتظر الأوامر بالتوجيهات للتقدم إلى محافظة إب. وإن شاء الله يعني تكون الأيام القادمة مبشرة بالانتصارات العظيمة إن شاء الله. هل هناك من إحراز تقدم على الأرض؟ كانت الساعة الماضية قد شهدت مواجهات في هذه الجبهة، هل هناك من تقدم سواء منكم أو من الميليشيات؟ في مناطق أكثرها مناطق سكنية، ولهذا حتى لو تقدمنا إلى مناطق نضطر على أنه لا يتعرضوا المواطنين للقصف من قبل هؤلاء المجرمين، ونضطر للرجوع إلى مواقعنا الأصلية. يعني ما أبرز العوائق والتحديات اللي تواجهكم في هذه الجبهة؟ والله العوائق والتحديات هي قل الإمكانيات وعدم الدعم المباشر بالأسلحة النوعية، أما بالنسبة للأفراد والقوة فالجميع يعني متعطشين للقاء هؤلاء المجرمون وقتالهم ومطاردتهم في كل مكان. إذن كما يبدو رجال الجيش الوطني هنا في اللواء 30 مدرع صامدون للعام الثالث على التوالي، يبقى الإعداد واستكمال التحرير هو الهدف القادم من خط النار في المنطقة الفاصلة بين محافظتي الضالع وإب. عبد العزيز الليث، يمن شباب،